أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الثقافية ونبدأها بأبرز العناوين. في اليوم الوطني للغة العربية ندوة حول إسهامات المحضرة الشنقيطية في نشر لغة الضاد في إفريقيا. اللوح ذاكرة المحضرة ودفتر التحصيل المعرفي. الكتابة في زمن العزوف عن القراءة، أي تأثير للكتاب؟ أهلا بكم في التفاصيل. نظمت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم صباح اليوم بتعاون مع وحدة المنار بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة نواكشوط العصرية ندوة مخلدة لليوم الوطني للغة العربية تحت شعار إسهامات المحضرة الشنقيطية في نشر اللغة العربية في القارة الإفريقية. شارك في الندوة لفيف من الأساتذة والباحثين وتطرقت للمكانة الحضارية للغة العربية. لليوم الوطني للغة العربية منظمة بالتعاون بين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ووحدة المنارة للدراسات والبحوث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة نواكشوط العصرية. حملت الندوة عنوان إسهامات المحضرة الشنقيطية في نشر اللغة العربية في إفريقيا مع إبراز مكانة اللغة العربية كلغة لكتاب الله العزيز. عادة يتحدثون عن اللغة، أي لغة، كذات محايدة باعتبارها وسيلة التواصل، لكن حين تحمل اللغة هذه الشحنة من الامتداد الحضاري عبر التاريخ، هذه الشحنة من الانتماء، هذه الشحنة من التعبير التاريخي الحضاري عن أمة عريقة، عن أمة نسمت ساما كبيرا في تاريخ البشرية، بالتأكيد لن تظل اللغة بهذا الحياد. نقاشات الندوة تناولت جهود العلماء الشناقطة في الحفاظ على لغة الضاد ونشرها. قمنا بما أنجزه علماؤنا الأجلاء، أقمنا هذه الندوة التي تشتمل على محاضرات تلقي الضوء كاشفا على الجهود التي بذلها الشناقطة لنشر اللغة العربية في غرب أفريقيا، واخترنا لهذه المهمة أساتذة باحثين مشهود لهم بالتميز والحصافة العلمية التي يحتاجها عمل كهذا. حديث أيضا عن مكانة اللغة العربية بين اللغات العالمية وقدرتها التعبيرية ومدى انتشارها في العالم ودور المحضرة في خدمة لغة القرآن ونشرها في القارة الإفريقية. في سياق متصل، يعد اللوح ركنا بارزا في مكونات المنظومة التربوية للمحضرة الشنقيطية، فهو دفتر التحصيل ومساعد الذاكرة على الحفظ، ما جعله يحتل مكانة خاصة في تكوين الشخصية العلمية للطالب المحضري. يحتل اللوح مكانة بارزة في النظام التعليمي للمحضرة الشنقيطية جامعة الصحراء التي تخرج العلماء وتتخذ من ظهور العيس مدارس ينهل من معينها الطلاب مستخدمين الألواح والدوات لكتابة النصوص وقراءتها حتى إتقان حفظها قبل أن يتم غسل اللوح لكتابة دروس جديدة. ويستخدم اللوح في مختلف مراحل الدراسة المحضرية بدءا بمرحلة التهجي إلى أن يصل الطالب إلى مرحلة التخرج، كما يستخدم لكتابة جميع الفنون المدرسة في المحضرة الموريتانية. واللوح صناعة موريتانية بأيادي صناع مهرة صاغته من الخشب ليكون دفتر التحصيل المعرفي في قلاع العلم الشنقيطية وأنيس الطلاب في رحلات الاغتراب لطلب العلم بعيدا عن الأهل والديار. مع تطور الوسائل التكنولوجية يلاحظ العزوف عن القراءة بشكل متزايد، رغم ما توفره التكنولوجيا من سهولة الوصول إلى المحتويات، ويبرز هذا العزوف أكثر على مستوى المكتبات والصحف الورقية التي يتراجع الإقبال على مطالعتها بشكل لافت. قراءة غذاء الروح ومرقاة الوصول لمدارج التقدم والرفاه الحضاري، هي القطارة التي تعبر عليها الأمم إلى بر الأمان. ك
كان أول أمر سماوي للأرض اقرأ، وكان فعل القراءة فاتحة الأفعال التي اشتملت عليها الرسالة القرآنية الكريمة. والمكتبات فضاء فعل القراءة، منها تخرج مغير وضعيات المجتمع والشعوب والأمم. والقراءة هي المحرك الأساسي للنهضة الشعوب، فكلما ارتفعت نسبة المطالعة في مجتمع معين أخذ طريقا سالكا نحو التقدم والازدهار. على مستوى الفرد تسهم المطالعة في بناء شخصية واعية ومدركة للقارئ، تجعله أكثر وعيا لاتخاذ القرارات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك تعد إشاعة حب القراءة والمطالعة لدى الشباب كفئة عمرية سبيلا لحمايته من الانحراف، وذلك برفع مستوى طموحاته وتفكيره. على المستوى المحلي في موريتانيا أظهرت حملات تدعو للاهتمام بالقراءة والمطالعة، قادتها جمعيات ثقافية، وساهمت مراكز ثقافية عربية في البلد في دعمها وإرسائها. وإن تكون هذه الحملات قد لاقت قبولا لدى النخبة الشبابية المهتمة بالثقافة، إلا أنها لم تتجاوز الموسمية والمناسباتية في أكثر حملاتها انتشارا، ولم تنجح بعد في أن تجعل القراءة والمطالعة عادة اجتماعية في مجتمع لا يرافق الكتاب كثيرا. ولتسليط الضوء أكثر مشاهدينا على هذا الموضوع، نستضيف لكم اليوم الكاتب الصحفي الولي أولسي دهيبة. أهلا وسهلا بكم سيد الولي معنا اليوم في هذه النشرة الثقافية. بداية، ما هو واقع القراءة اليوم، وبرأيكم ما هو سبب عزوف الكثيرين عن المطالعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم، شكرا على هذه الاستضافة في هذا اليوم أيضا الأغر الذي يحتفل به ويحتفى باللغة العربية، وهي لغة قراءة، حيث أن أول سورة نزلت هي اقرأ، تأمر بأن يتجه الإنسان إلى القراءة حتى ينهل من العلم، علم كل ما هو حوله. فيما يتعلق بالعزوف عن القراءة، أعتقد أن هناك غلو في الأمر، ليس بهذا الحجم، لأن فقط وجهة القراءة تحولت من الانكباب على الكتاب الذي هو كان المصدر الوحيد للعلم إلى وسائل كثيرة جدا ومتعددة. وأنا أعتقد على العكس بأن القراءة اليوم أكثر من أي وقت مضى، حيث أننا يوميا نقرأ في هواتفنا، نقرأ على كمبيوتراتنا، وهي صفحات عليها أحرف تشع بما فيها من العلم والمعارف لمن يريد. صحيح أن القراءة في الكتاب الورقي تظل من منظور علماء النفس وعلماء التربية أهم عامل للحفظ الحقيقي وإبقاء المعلومة في الذاكرة، مع أن هذا الأمر لم تثبته بحوث علمية، حيث أن الجامعات أصبحت أكثر، والمدارس أصبحت أكثر، والمعاهد أصبحت أكثر، وكلها لم تعد تعتمد كثيرا على الكتاب بقدر ما تعتمد على الكمبيوتر وعلى الوسائل الأخرى التي تحمل الكتابة في طياتها وتبثها بثا كالعلم. في ما يتعلق بنا نحن الذين لم نمتلك بعد في دولتنا هذه الوسائل، يرد الكتاب هو أهم مصدر لتحصيل العلم إن وجد من يوجه إليه من مربين، ووجد أيضا من يقتنيه، ووجد كذلك مطابع تمكن من الحصول عليه عن كثب وبالكميات المطلوبة. إذن هنالك أمران اثنان متناقضان لكنهما يسيران في نفس الاتجاه. أولهما أن ثمة عسوفا عن القراءة فيما يتعلق بالكتب لقلتها وقلة الوسائل التي تنتجها في البلد على الأقل، لأنه بدأ بنفسك وانهيها عن غيها، نتحدث عن موريتانيا أولا. وموازاة لذلك القراءة لم تغب عن الأنظار، لأن الوسائل الكثيرة التقنية بدأت توفرها بأوجه أخرى وأشكال أخرى لا تقل أهمية على الكتاب ولا تقل مقدرة على حمل المعارف. واضح، لكن هل يمكن الاعتماد أكثر والمطالعة فقط عبر هذه الوسائل الجديدة كبديل عن المطالعة التقليدية؟ لا أعتقد ذلك، أنا أعتقد أنهما أمران متكاملان.
لا بد منهما، لا بد من الإبقاء على الكتاب، لأنه كما قلت لك يقول علماء النفس وعلماء التربية بأن ما قرئ على الورق يبقى أكثر في الذاكرة مما قرئ على شاشة. عندما نبتعد عنها لا تبقى المعلومة في الذاكرة، بينما ما يقرأ في الكتاب هو يبقى كالنقش في الحجر. ذلك بأن العين حينما تنظر إلى الأحرف في الورق تسجلها في ذاكرة، على عكس الشاشة التي تتحرك فيها هذه الأحرف مع أيضا الأضواء التي تشوش على مناطق من العقل. لذلك أعتقد أن القراءة في الكتب يجب أن تشجع ويجب أن يتم الاتجاه إليها خاصة من طرف المربين، لكن أيضا لا نغفل هذه الوسائل الجديدة التي أصبحت تحفظ العلم تبثه تعلمه، والقراءة فيها سهلة وسلسة. الدليل على ذلك أن اليوم لا أحد منا يستغني عن كمبيوتره الذي يحمل له يوميا ما يريد من المعلومات، سواء كانت علمية أو كانت سياسية أو كانت اجتماعية وغير ذلك. في ظل هذا الواقع اليوم، هل ما زال للكتابة تأثير، خصوصا أن الجرائد والمجلات الورقية أصبحت تقريبا تزول؟ صحيح هذا، لكن الكتاب كما قلت لك في العالم يظل رمز العلمي، يظل رمز الحضور في العطاء العلمي للشعوب التي تعودت على أن تعطي ومصرة على أن تظل تعطي. في أوروبا الكتاب ما زال مهما جدا، وما زال يقبل عليه من القراء الكثيرون عند إصدار كل كتاب، كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك في كندا، كذلك في العديد من دول العالم الآسيوي، القارة الآسيوية. أولا حفاظا للكتاب على مكانته، ثانيا الافتخار به، لأنه كلما عمرت المكتبة بكتب مؤلفة من علماء وعباقرة ونوابغ بلد كلما كان ذلك فخرا لهذه البلاد. لكنني كما قلت لك المكتبات الصوتية والمكتبات المرئية أصبحت هي أيضا موجودة وتعد لها مكان كبير في الجامعات وفي المعاهد، ويمكن للطالب أن يلجأ إليها ليأخذ المعلومة التي يريد دون أن يمر بالكتاب كما كان لازما في الماضي. شكرا جزيلا لكم الكاتب الصحفي الولي والسيدي هيبة، كنتم ضيفنا خلال هذه النشرة. شكرا. أردين من الآلات الموسيقية الوطنية الغنية بمعاني الطرب الأصيل والقيم الجميلة، ظل لهذه الآلة الموسيقية الخاصة بالنساء الفنانات حضورها في مختلف مراحل التاريخ الموريتاني، عنوانا لإبداع المرأة الموريتانية في مجال الفن والطرب. التقرير التالي ومزيد من التفاصيل. أردين آلة عزف وترية موريتانية يقتصر استخدامها على المرأة في التقاليد الموسيقية المتوارثة عبر العصور، وهي تشكل جزءا هاما من الموروث الموسيقي الوطني، حيث تجمع اللمسات السحرية لأوتارها العذبة كل الموريتانيين على قيم الطرب والجمال. توارثت أجيال الفنانات الموريتانيات منذ القدم آلة أردين، التي هي آلة موريتانية خالصة من حيث التصميم والوسائل المستخدمة في صناعتها والمقامات التي تعزف عليها، فهي تمثل بطاقة هوية للفنانة الموريتانية وشاهدا على إبداعها في مجال الموسيقى والفن. ورغم التطور الحاصل في الآلات الموسيقية، ما يزال أردين محافظا على مكانته وشكله الأصيل، ربطا للماضي الجميل بالحاضر المشرق، واستمرارا للإبداع الفني بأنامل الفنانة الموريتانية. بهذا مشاهدينا تنتهي هذه النشرة الثقافية، نعود لنذكر بأبرز العناوين. في اليوم الوطني للغة العربية ندوة حول إسهامات المحضرة الشنقيطية في نشر لغة الضاد في إفريقيا.
اللوح ذاكرة المحضرة ودفتر التحصيل المعرفي. الكتابة في زمن العزوف عن القراءة، أي تأثير للكتابة؟ شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، تحية وإلى اللقاء.